L'événement هذه هي c'est on va dire c'est la conclusion d'un mariage entre l'énergie renouvelable et l'économie numérique. وهذوما دو دومين اللي بلادنا يلزم تعول عليهم وبلادنا شبابنا يلزموا ينفستوا فيه. علاه دي دومين هذوما؟ لأن أولا اون بي بروندر التران كوم اون فو كونت اون فو. أنا الشباب ينجم يكون عنده فرصة أنه يركب التران تاع التكنولوجيا ويركب التران تاع التصنيع والتران تاع الإبداع. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أنه احنا بلاد لينرجي رينوفلابل عندنا، يعني عندنا الماء، عندنا الشمس، عندنا البحر، لي كومبيتونس في النيميريك عندنا، عندنا لي بون زيكول، عندنا الشباب المتحمسين، وعندنا سيغتو لونفيرونمون. احنا اليوم في ايفينمون عاملها واحد من لي شامبيون تاع تونس. يعني وقت اللي نشوفوا واحد شركة تونسية وحدها تعمل ايفينمون دي سي فالور لا، معناها راهو عندنا امبيسيون وعندنا قدرة وعندنا بوتونسيال اللي نجموا نحركوا به بلادنا واللي نجموا شبابنا يعملوا عليه باري باش يربحوا السنين الجاية وباش تربح تونس الجديدة اللي نحب نبنوها. تاريخيا استثمرت في العقول. في لي زاني 80 90 البلاد التونسية استثمرت في ليكونومي نيميريك واستثمرت في تكوين الشباب في المجال هذا. اليوم عندنا انفراستركتور اللي لو ميو ديفلوبي في افريقيا واحنا نخدموا على اون لي ديفلوب ميو، وعندنا كومبيتونس تاع الشباب اللي لو ميو ديفلوبي وان شاء الله نخدموا على ان اون لي ديفلوب ميو، واحنا اوني تري بيان بوزيسيوني بور اتاكي سي مارشي لا. المهم جدا ان تكون ثمة كومبيتيسيون في المجال هذا، ومهم جدا ان نعطوا فرص لشبابنا ونعطوا فرص للبتي ستارت اوبر انهم يل سي مانيفيست يل سي اكسبري. والاهم منه هو ان نخلقوا لهم مجال اطار قانوني انه يدعمهم، ونخلقوا لهم دي ريسورس فينونسيير انهم يدعمهم. ولذلك احنا نخدم على شيئين في الايام القادمه. الاولى هي انه اون فا فير سكون ابل ان لابيل ستارت pour aider les start-upers ou surtout créer un grand accélérateur national pour aider ces start-upers là dans le futur. هو لي زاكسيليراتور هو لاكسي للفينونسمون، اي دونك ايدي المشاريع هذه انها تتقدم وانها تال سي ديفلوب من ايدي الى موديل الى شركات قائمه الذات.